أركان الصلاة 14. نمزمي أركان جاري أرب شكوب مخ. الأول لابد من القيام أن تصلي قائما في صلاة الفريضة. يا بدد قاكور قيام راش أبقيجر وشتو نمزم أر نمز فردم فردم يحطاوش دوء وشتو بغزة جنر. وتكبيرة الإحرام لابد أن يكبر يعني يقول الله أكبر. أو دقبس تكبيرة الإحرام شواء راش يا بتكبير الله أكبر جبنر. نعم. وقراءة الفاتحة لابد يقرأ الفاتحة في كل ركعة. أبي يوجج فاتحة ويجانو فاتحة ركعة قص ويجانو أو دقب تيلش. نعم. والركوع أبي وجج ركوع راش ويبغر يبحث خنر. والرفع من الركوع أبي وجج ركوع مغيت جنر زاخ وزبص جنر. والسجود على الأعضاء السبعة أبي وجج سجود راش أبسبقي بزم تبش حنخيو. والرفع من السجود أبي وجج سجود مغيت جو وتصنر. ولابد أن يجلس بين السجدتين وش السن خويش سجوديتم يا زخواكم. ولابد أن يرتب الصلاة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أو دقاب سطخم تيلش أبي نمزر يغزاجان خويش بغمبارم صلى الله عليه وسلم زري غزاجم شتام خدو. ولابد أن يطمئن في الصلاة يعني لا يصلي بسرعة ينقر الصلاة نقرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا. أو دقابسو نمزر شخو خومو يشنخوي بسنشو مباشو. نعم. والتشهد الأخير يعني قراءة التشهد الأخير التحيات لله والصلوات والطيبات أبي وجه تشهد أخير جخوا أراش نمزر شبوخم التحيات رقي جنر صلوات رقي جنر. ولابد من الصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام أرى صلاة الإبراهيمية وقجنر التحيات ميوجج. ولابد أن يجلس للتشهد هذا الأخير أو دقبسو أما لنشو عرق شي جم شسن خويش. والتسليمتان أبي وجج سلامر لنقيتم جا